بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد، قال الله العظيم في كتابه الكريم: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هذا الكون الذي خلقه الباري عز وجل قبل 13 مليار و700 مليون عام يتشكل من موجودات كثيرة، الجمادات ولها عالمها، والنباتات ولها عالمها، والحيوانات ولها عالمها، والإنسان. والإنسان لا شك هو أرفع موجود خلقه الله عز وجل في هذه الحياة إذا استثنينا الملائكة. فالإنسان خلقت له الأرض، خلقت له الشمس، خلق له القمر، الجبال، الوديان، البحار، الغابات، الحيوانات، الحشرات، كلها خلقت لي ولك، خلقها الله للإنسان. وفي القرآن الكريم آيات عديدة يتحدث ربنا فيها أن السماوات لكم، الأرض لكم، كل هذه لكم. ونحن نعرف أن هنالك طبقات مما خلق الله: طبقة الجمادات في خدمة طبقة النباتات، وطبقة النباتات في خدمة طبقة الحيوانات، وطبقة الحيوانات والنباتات والجمادات في خدمة الإنسان. خلقت الأشياء لأجلك. قيمة الجماد أن ينفع الإنسان، يبني عليه بيتاً يزرعه. فإذا لم تكن الأرض قابلة للزراعة ولا قابلة للبناء، لا قيمة لها. هذا الجماد لازم يكون في خدمة طبقة أعلى، إما في خدمة النباتات، وإما في خدمة الحيوانات، وإما في خدمة الإنسان. لو قيل لك أن هنالك أراضي عشرات الدوانم لكن لا يمكن أن تستفيد منها في شيء، وقيمتها 100 دولار، لا تصرف أنت 100 دولار على أرض لا يستفاد منها. كذلك إذا قيل أن هنالك مزرعة من النباتات لكن هذه النباتات لا فائدة منها، لا ثمار لها ولا تنفع في شيء، فأنت لا تشتري مزرعة لا يمكن الاستفادة منها. فقيمة الجماد أن يكون في خدمة النبات، وقيمة النبات أن يكون في خدمة الحيوان، وقيمة الحيوان أن يكون في خدمة الإنسان. الآن لو أن مثلاً حيوان من الحيوانات في حديقة الحيوانات، حيوان غالي خلوه في قفص لكن استطاع أن يقطع شيئا من جسم طفل، يعني طفل اجد يشوف النمر مثلا مد ايده في القفص، هذا النمر استطاع أن يعض يد هذا الطفل وأكله، هذا النمر يقتلونه. لماذا؟ لأن أفضل أنواع اللحم على الإطلاق هو لحم الإنسان، وإذا تعود النمر أن يأكل لحم الإنسان ما يكتفي بلحوم أخرى، يريد فقط أن يأكل من هذا اللحم.
احنا الخرفان نذبحها وناكل لحمها، على متى عيش الخرفان؟ لكن شوف الإنسان الذي يعيش على الطيبات كيف يكون لحمه. فإذا كان هنالك حيوان غالي لكن فيه خطر على الإنسان يقتل، لأن الحيوان لازم يكون في خدمة الإنسان وليس العكس. زين، أنا كبشر، أنا كإنسان، خلق الله لي هذه الحيوانات والنباتات والجمادات، كيف يجب أن أتصرف مع ما خلق الله لي؟ أن يكون الجماد في خدمتي أو أكون أنا في خدمة الجماد؟ لازم الجماد يكون في خدمتي. إذا عكسنا الآية أن أحدهم حصل على أموال واشترى بها سيارات، بدل ما تكون السيارة في خدمته هو في خدمة السيارة، يعني شو اللي يسوي على السيارة؟ ما ينتقل من مكان لمكان، ما يستفيد من السيارة، فقط يخليها وينظر إليها ويرتاح إلى منظرها. يوم من الأيام كنت في دولة من الدول، كان عندنا جار، هذا الجار عنده سيارة آخر موديل في ذاك الوقت مرسيدس بنز، ما شفته في يوم من الأيام يركب السيارة يروح للشغل، ما شفته في يوم من الأيام يركب عائلته ويطلع بيهم هنا وهناك، لكن كل مرة كان يمشي مقدار معين ثم يركب المصلحة ويروح إلى الشغل، يرجع يطلع السيارة من الجراج ويجي شوية يمسح بالسيارة يخلي كرسي، فتساعة يطالع السيارة كيف من عدل. مرة ثانية السيارة يرجعها إلى مكانها، 20 سنة ما شفت يوم من الأيام يركب هاي السيارة. عم السيارة في خدمتك، هو صاير خادم والسيارة صايرة مخدومة إليه. خلق الله الأشياء لأجلنا أن تكون لنا. زين، قيمة الأشياء أن تكون في خدمة الإنسان، وقيمة الإنسان أن يكون في خدمة من خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي. قيمة الإنسان أن يكون في خدمة رب العالمين. يعني واحد إذا خلينا قدامه صفر يصير 10، 2 100، 3 1000، 6 مليون، لكن ضرب مليار صفر في مليار صفر نتيجة صفر، بدون واحد صفر. الإنسان ما له قيمة إذا لم يكن مع الله، فإذا كان مع الله فله قيمته وله تأثيره وله البقاء. رب العالمين خلق هذا الإنسان ليرحمه حتى في هذا العالم، عالم الدنيا، ونحن فترة قصيرة نكون في هذا العالم. خلقنا الله في عالم الذر 2000 عام، الأرواح خلقها الله قبل الأبدان 2000 عام. زين، بالدنيا نقدر نعيش أكثر من 100 سنة؟ عادة أقل من 100، 70، 80، 90 رايح. عالم البرزخ يطول بلا حساب، كم مليون سنة إلى أن تقوم القيامة لا نعرف، كم مليون سنة ما نعرف. أكو بعض الجماجم يقولون هذه الجمجمة قبل 2 مليون عام كانت تعيش في الأرض، يعني صار صاحب الجمجمة 2 مليون عام في عالم البرزخ، عالم طويل. إحنا في هذه الفترة القصيرة رب العالمين يريد لنا الخير فيها، مع أن الدنيا مقدمة للآخرة، الدنيا ممر والآخرة مقر، مجرد دالون. أنت يوم اللي تروح إلى بيت تهتم بغرفة النوم، بغرفة الجلوس، لكن المدخل مو مهم عندك أن يكون مصبوغ ومرتب ومنور، لا، لأنه مجرد ممر. الدنيا بالنسبة إلينا ممر والآخرة مقر، فخذوا من ممركم لمقركم. حتى هاي الدنيا الله يريد لنا السعادة فيها. خلقكم، هو الذي خلقكم من الأرض
واستعمركم فيها. طلب منكم عمارة الأرض، أن تبني بيتا، أن تزرع مزرعة، أن تقيم مصنعا، شيء ترتاح فيه، لكن بشرط أن تكون في خدمة الله. شوفوا إخواني، رب العالمين جعل الإنسان متميز بشنو؟ شنو يتميز الإنسان عن الحيوانات والحشرات وهي أكثر عددا من الإنسان؟ ليش رب العالمين يخلي الإنسان فوق درجة الحيوانات والحيوانات كلها في خدمة الإنسان؟ شنو التميز الإنسان؟ يعني الإنسان أطول من الزرافة، أجمل من الطاووس، أثقل من الفيل، أطول من الجبال، شنو تميزنا عن الحيوانات؟ يقول تميز الإنسان عن الحيوان العقل، لكن العقل مجرد شمعة تنير لك الطريق ولا تدفعك إلى أن تسلك ذلك الطريق. المجرمين في العالم ما عندهم عقول، الطغاة ما عندها عقول، لا عندها عقول، لكن كم من عقل أسير تحت هوى أمير. العقل يقول له هذا الصواب وهذا الخطأ، بس هو يمشي في طريق الخطأ. زين، إذن العقل ليس هو التميز الحقيقي بالنسبة للإنسان، وإلا الإنسان يستخدم عقله، يعمل أسلحة تدمر البشرية. اليوم وإحنا قاعدين هنا أكو قنابل نووية صنعتها الدول الكبرى تكفي لتدمير الكرة الأرضية 5 مرات. شنو سووها؟ بعقولهم تعلموا، لكن شنو فائدة هذا العلم اللي ينتهي إلى تدمير الإنسان والقضاء على الحضارات؟ العقل جزء من التميز. التميز الثاني الاختيار. أنت غير الحيوانات، غير الجمادات، الله يجبر ما عدا الإنسان على أن يسلك الطريق الذي يريده بالإجبار. هذا النور عنده اختيار؟ لا، ما عنده اختيار. الأرض عنده اختيار يوم اللي تدور حول نفسها وحول الشمس؟ لا، ما عنده اختيار. الحيوانات تتبع ماذا؟ غريزتها. الحيوان ما يقدر ما يتبع غريزته، يتبع غريزته إجباري، ولذلك ما يغير حياته. يعني أنت شايف من عهد آبائنا وأجدادنا كانوا يصيدون الفئران عن طريق شيء يخلوا له طعام في مكان ما. الفأرة تجي تريد تأكل هذا الجبن أو هذا اللحم أو شيء من القبيل وتنصاد. هل تجتمع الفئران يوم من الأيام وتفكر في نفسها كيف نتخلص من مصيدة الفئران؟ لا، ما تعرف، ما تتقدم. فكما خلقها الله، الله رب العالمين يقول في كتابه الكريم: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. النحل حياته متقدمة. يوم اللي العلماء يدرسون حياة النحل أو حياة النمل يعجبون بحياة النحل والنمل، بس ما عنده اختيار، هذا هو يتبع غريزته. لكن الإنسان الله أعطاه اختيار، ولأن ما عدا الإنسان مجبر على أن يتبع أمر الله، ما حد يشكره. صاير يوم من الأيام توقف قدام النور تقول شكرا لك؟ الطاقة الكهربائية اللي تنور ليلنا وتحول الليل إلى نهار، تشغل المكيفات، تشغل الثلاجة، تشغل ما تشغل، ولا يوم من الأيام واحد يقول أيها النور، أيتها الطاقة الكهربائية، لك شكري وامتناني. مجبرة. الدجاجة تعطيك كل يوم بيضة، أكو يوم من الأيام واحد جمع الدجاجات اللي في بيته وأخذ لها تحية أنه نشكرك يا دجاجة اللي تعطينا بيض وبعدين نذبحك وناكل لحمك؟ لا، لأنها مجبرة. لكن إذا واحد إنسان في مكان فيه مي جاب لك كلاس مي قدمه إليك، تقول له شكرا؟ ليش؟ لأن كان يقدر يقدم هذا المي إليك، يقدر ما يقدم، مختار. فلأنه قدم الماء لك تقول له شكرا، مو مجبر.
حتى فيما يرتبط بالإيمان بالله، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لذلك المؤمن أعلى درجة من الملائكة، والكافر أنزل درجة من الحيوانات، بل هم أضل سبيلا. رب العالمين يتحدث عن بعض الناس يقول هذول حيوانات، بل هم أضل سبيلا، لأن الحيوان مجبر على ما يفعل، لكن الإنسان مو مجبر. الله أعطانا العقل، أعطانا الإرادة، ويستطيع الإنسان بإرادته أن يقاوم كل شهواته ورغباته. يعني أنت في شهر رمضان عطشان بتشرب مي، جوعان بتأكل، ترتاح إلى بعض الملذات وهي محللة عليك في غير شهر رمضان، ما تسويها. أنت عندك قدرة، قدرة الإرادة، قدرة هذه الإرادة تتحكم في نفسها. يجوني بعض الشباب أحيانا يقول سيدنا إرادتنا ضعيفة، أقول قوي إرادتك بإرادتك. شلون تقوي إرادتك بإرادتك؟ فشي تريده لا تسوي، عاقب نفسك. وعدنا في الروايات أنه إذا نفسك ما أطاعتك فعاقبها، يعني ترتاح إلى شيء، ترغب في شيء لتعطيها، عاقب نفسك. تعامل مع نفسك معاملة العدو للعدو، قوي إرادتك. زين، بعد أكو شيء امتياز للإنسان؟ نعم، الفطرة التي فطر الله الناس عليها. الفطرة عبارة عن فد شيء في داخل كل إنسان يقول الخير وين والشر وين. من يتبع فطرته يكون مهتديا، واللي يخالف الفطرة التي خلق الله فيه فهو من الضالين. بعد أكو شيء امتياز للإنسان؟ نعم، النفس اللوامة. أكو عندنا نفس أمارة بالسوء، وأكو عندنا نفس لوامة. قبل 10 سنوات قرأت في الأخبار أن واحد جندي ياباني في الحرب العالمية الثانية، هذا كان ضمن القوات اليابانية وتقاتل الحلفاء، هذا راح في غابة من الغابات وبقي هنالك 40 عام، تاليها جاء سلم نفسه قال أنا قتلت أبرياء، أنا طيار وكنت أغير بطائرتي على المدنيين. ليش جيت سلمت نفسك؟ قال وجداني كان يعذبني، ضميري ما كان يخليني مرتاح، بالليل ما أقدر أنام. المجرم يعرف نفسه، يمكن يكون واحد بايق فلوس الآخرين، بيوت الآخرين، ما حد اكتشفه، لكن يوم اللي قاعد ويا الناس فد واحد يتكلم عن المجرمين عن السراق، هو يقول لنفسه أنا سارق، أنا أحد السراق. جاءوا بأشخاص كانوا متهمين عند أمير المؤمنين سلام الله عليه بالقتل، بس ما معروف منهم من عدم، 3 متهمين بالقتل، مو أنهم متعاونين ويا بعض، واحد من عدم قاتل. فعمل الإمام علي 3 حفر في جدار، قال كل واحد من عدكم يدخل نفسه في رأسه في داخل هاي الحفرة، 3 حفر 3 رؤوس. أعطى السيف بيد قنبر، قال للقنبر إذا أمرتك بضرب عنق أحدهم فاضرب عنقه. بس يواش قال له ما يحتاج تضرب عنق، أنا أريد أكتشف السارق أو القاتل. فأدخلوا رؤوسهم، قال يا قنبر أضرب عنق القاتل. القاتل طلع رأسه، ليش؟ يعرف نفسه. ترى المجرمين يعيشون عذاب الضمير، وهذا أشد من العذاب الجسماني اللي يعانيه المعذبين في السجون، عذاب الضمير. على كل حال، الله زودنا بالعقل اللوامة، يعني العقل الأمارة بالسوء تدفع الإنسان إلى السوء والشر والكذب والدجل وإلى آخره، لكن العقل النفس اللوامة تلومه بعد أن فعل. أنا أقول لبعض الشباب استنجد بنفسك اللوامة لمواجهة نفسك الأمارة بالسوء، يعني فكر في نفسك إذا ارتكبت هذه الجريمة
أنا شنو راح يصير بي؟ العاقبة وين؟ مثلا القتل، اللهم اغفر لي الذنوب التي تورث الندم. شنو هذا الذنب؟ قتل. الشخص اللي يقتل بمجرد ما يقتل يندم، يندم. قابيل بعد أن قتل أخاه هابيل ندم، ندم على قتل أخيه. على كل حال، رب العالمين خلق هذا الإنسان بهذه التوليفة، بهذه الامتيازات، وخلق له الشمس والقمر والنجوم وكل ما خلق. لكن المشكلة، الإنسان عنده طاقات وعنده طموح ويستطيع أن يرتكب ما يريد ويخالف فطرته، يخالف ضميره، يقدر يسوي هذا الشيء. شنو نحتاج غير هذا؟ نحتاج إلى نموذج، نحتاج إلى إمام، اللي هذا الإمام يكون نموذج يمشي قدامنا ونمشي وراه، ناخذ حياته، ندرس حياته، علاقاته، ونشوف نتيجة عمله الصالح. تدرون احنا الآن على بعد 1385 عام من حادثة كربلاء، يعني 1385 عام من استشهاد الإمام علي بن الحسين زين العابدين. 1385 سنة قبل الإمام قتل بسم الوليد. إيش عجب أنت الليلة جاي هنا وتارك بيتك وراحتك وتارك التلفزيونات وتارك الأشياء كلها، والعالم كل 500 مليون من أتباع أهل البيت اليوم على وجه الأرض في كل مكان عندهم مجالس عن الإمام زين العابدين. شنو كان عند الإمام زين العابدين؟ كان النموذج للإمام الرباني والرجل الصالح. تكون ويا الله، الله وياك، كن لي أكن لك. توقف ويا الله، الله يوقف وياك. تشكر الله، الله يشكرك. حتى عندنا في الرواية غريبة، الرواية تقول عبدي أطعني أطعك. ليش هاي الرواية غريبة؟ لأن احنا عندنا إطاعة وعندنا قناعة، فتشي أنت مقتنع بي تسوي، لكن فتشي ما مقتنع بي، بس إطاعة منك لأبيك أو إطاعة منك لمولاك أو إطاعة منك لنبيك أو إطاعة منك لله عز وجل تسوي، ما مقتنع. يعني بين أذان الفجر وطلوع الشمس وأنا نايم متأخر وتعبان، لازم أقعد أتوضأ أصلي، هو بارد هو حار، بس إطاعة. إحنا في القرآن ما عندنا كلمة قناعة، كلها كلمة الإطاعة. ما من نبي جاء إلا ليطاع بإذن الله، كان يقول اتقوا الله وأطيعون. يعني حتى لو مو رأيك، حتى لو مو مصلحتك، بس هي في مصلحتك. حينما تتبع النبي أو تتبع الإمام فإن ذلك فيها مصلحتك، بدليل أنه كانت في مصلحة الأئمة. يعني الإمام علي السلام عليك يا أول مظلوم، هل عاش الإمام علي شقيا في هذه الدنيا أم سعيدا؟ هو يقول في خطبة المتقين سلام الله عليه: ذهبوا بعاجل الدنيا وآجل الآخرة، شاركوا أهل الدنيا في دنياهم ولم يشاركهم أهل الدنيا في آخرتهم. الإمام علي 5 سنوات كان يحكم 50 دولة، 50 دولة، تزوج كما تزوج أعداؤه، أكل كما أكل أعداؤه، شرب كما شرب أعداؤه، نام كما نام، ما خسرش. اللي يتبع رب العالمين ما يخسرش، بس اللي ما يتبع رب العالمين بمجرد ما يخلي راسه وتهجم عليه ملائكة العذاب ويرى عذاب ربه، ذاك العذاب الذي لا يمكن تصوره، مثل ما الجنة ما يمكن واحد يتصور الجنة، لا عين رأت
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ترى ثواب الجنة لا تقاس بشيء. الدنيا يا رب العالمين مخلي نماذج، نماذج بسيطة. مثل الجنة التي وعد المتقون، لكن شنو الجنة؟ شنو ملذات الجنة؟ طفل صغير يسأل أبوه شنو اللذة الجنسية، أبوه ما يقدر يشرح له، ما يفتهم، يقول له مثل ما تأكل لك تفاح. الملذات اللي بالدنيا بالنسبة إلى ملذات الجنة هي مثل قضية أكل التفاح والملذات الأخرى في هذه الحياة. زين، نار جهنم شلون؟ نفس المسألة. يعني إذا كانت النار هنا تحرق، الله يجيركم من الحرق. أنا شايف بعض الذين احترقوا كيف ما يدري شي يسوي، ما يدري، لأن جلده محروق وهذا يعذبه. زين، في الروايات عندنا أن النار في الدنيا هي نار رحمة الله، أما نار يوم القيامة نار غضبه. عقيل يأتي إلى الإمام علي سلام الله عليه يطلب من عنده راتب إضافي. الإمام يقول هذا مال الله، هذا مو مالي. يقول بابا أنا أخوك أكبر من عندك وأنا بصير ما أشوف. قال اصبر إلى رأس الشهر يجيني راتبي أعطيه. قال راتبك شنو؟ وراتبك ايش قد؟ الإمام علي ياخذ مثل أي عبد من العبيد في أيام زمانه، مثل أي واحد ثاني. كان ياكل خبز يابس، أحيانا ما عنده أكل، يطلع شايل سيفه، سيفه، سيف علي. اليوم إذا واحد اكتشف أن هذا السيف لعلي بن أبي طالب مستعد يعطي أموال بس حتى يلقي نظرة على السيف، من يشتري سيفي هذا؟ فوالذي نفسي بيده لو كان عندي ثمن عشاء ما بعته. ثمن عشاء ما عندي. قال له ما عندي، أعطيك من مال الناس؟ ما أعطيك. أصر علي، فجاب الإمام حديدة أحماها خلاها على النار صارت حامية، جابها قريب من إيده وما حرق الإمام علي، فهو سحب إيده. قال يا علي تحرقني بالنار؟ قال أتضج من نار أشعلها إنسانها للعبه، أنا مو جاد، وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه. وين تجرني؟ عم اللي يمد إيده إلى مال الناس ويسرق المال الحرام، خلي يفكر يوم اللي تحمى عليها في نار جهنم الذين كانوا يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنتم تكنزون. يجمع أموال وما يحتاج إلها. أنا بصراحة أقول كل واحد من اللي يعيش على الكرة الأرضية رب العالمين يريد له بيت ملك مو إيجار، كل واحد من عندكم من حقه أن يسعى لكي يكون له بيت ملك، وأن تكون له سيارة، وأن يكون الرجل متزوجا عند زوجة. من سعادة المرء الزوجة الصالحة، الزوجة المطيعة، والدابة السريعة، والدار الوسيعة، هذا حقك. لكن اللي عنده ملايين ما يدري شو يسوي بيها وبعد يطمع. قالوا فرد واحد كله كان يطلب من الله أن يحصل على يا نصيب. يا نصيب شنو؟ مبلغ بسيط تعطي من المال تشتري لك تكت، مرة واحدة يمكن تربح لك مليون. فهذا كله كان يعني ما مرتاح، عنده كآبة، ليش ما دا أربح يا نصيب؟ يوم من الأيام الجماعة جماعته سمعوا أنه ربح لي يا نصيب، قالوا حتما اليوم راح نشوفه مرتاح. راحوا عنده شافوا قاعد ومخلي راسه على إيده ما مرتاح. قالوا ليش؟ مو ربحت اليوم؟ قال إيه بس أنا كنت أريد مليونين، إسا حصلت مليون. الإنسان ترى رغبته في المال منهومان لا يشبعان، منهوم مال
حصل لي مليون يريد مليونين، مليونين يريد خمسة، خمسة يريد عشرة. أنا ذكرت هذا المثال لبعض الإخوة. أكو دولة في الأرض اسمها بروناي، هذه عدد النفوس اللي بيها 385,000 نسمة بس، ومساحتها كلش قصيرة، لكن من الدول الغنية، موجودة في جنوب شرقي آسيا. أنا رحت إلى هذه الدولة من فوق بالطيارة دا تنزل، طالعت شفت قباب من الذهب، قلت هذه شنو؟ قالوا هذه عبارة عن مساجد، مساجدهم مساجد مكيفة مرتبة كلش يعني. كنت أقول للفد واحد أنتوا عندكم مساجدكم فيرسس كلاس موسك، يعني مساجد درجة أولى. فد بناية شفت كلش طويلة من فوق أشوفها، قلت هذه شنو؟ قال هذا قصر السلطان، السلطان حسن بلقيه، هذا سلطان هذه الدولة. القصر ماله باني بمليار ونصف مليون دولار، 7,000 سيارة عنده، والسيارات كلها من أي نوع؟ لامبرغيني، بورش، ومرسيدس بنز. يعني إذا كل يوم يركب له فد سيارة من هاي السيارات يحتاج له 19 سنة حتى يخلصها. على شنو مجمع هذا؟ عنده 1500 شقة في هذا المبنى العظيم الكبير، شقة على الطراز الياباني، شقة على الطراز الشرق أوسطي، شقة على الطراز الأوروبي. أدري لما ينام في كم غرفة ينام؟ على كم سرير يقدر ينام؟ يوم اللي يأكل أكثر من معدته يقدر يأكل؟ هي طبيعة الإنسان. لا يملأ عيني ابن آدم إلا التراب، ما دام هو حي يبحث عن المغانم. تعالوا شوفوا أئمتنا، شوفوا قدرتهم بعد مرور كل هذه السنوات. الإمام زين العابدين سلام الله عليه قتل أبوه الإمام الحسين، و18 كوكب درية من أهل بيت رسول الله ما على الأرض لهم مثيل، العباس، علي الأكبر، القاسم، برير، خضير إلى آخره. رجل ما عنده شيء، رجل مظلوم أسير، يخلوه على الناقة ويخلون زنجير على إيده ورجله ويمرون به 40 منزل ويهينوه. لكن من أسقط دولة الشر؟ دولة بني أمية. دعاء زين العابدين والدمع زينا، دعاء الإمام، كلام الإمام. من مخلي هاي القدرة للإمام؟ من أعطى هاي القدرة؟ عبدي كن لي أكن لك. يعني أنا ما أدري إيش قد تعرفون من حياة الإمام زين العابدين، وعاش 57 عاما في هذه الأرض في ظروف جدا صعبة، الدولة مضادة أموية، كانوا قد منعوا اسم علي، اسم علي ممنوع كان في ذاك الوقت، ولذلك الإمام الحسين أولاده سماهم علي علي علي. يوم من الأيام مروان شاف علي الأكبر قال ما اسمك؟ قال علي. قال علي علي علي، هذا أبوك ما يبطل من علي. فقال للإمام الحسين قال والله لو رزقني الله 100 من الأولاد أسميهم علي، لأن أنتوا ضد. كان اسم علي علامة جريمة. في عهد الحجاج اللي كان والي من قبل بني أمية على جنوب العراق، هذا الرجل الطاغية اللي مع الأسف بعض الأيام واحد يشوف أشخاص يجون يمدحوه، هالأيام يمدحوه، عمي واحد من عندكم عمر بن عبد العزيز وهو أموي، يقول لو جاءت الأمم بطغاتها وجئنا بالحجاج لغلبناهم. هذا الحجاج جاي في مجلسه شاف واحد قاعد في مكانه، هو مجالس الحكام الطغاة عادة هو يجلس على كرسي
وإذا راح عند حاجة ويريد يقضيها ويرجع ما حد إلى حق يقعد في مكانه. إجا شاف واحد قاعد مكانه. والحجاج كان أسهل شيء بالنسبة إليه القتل. يذبح بسرعة يذبح على هيك يذبح. قال له والله لما رجع قال والله لو لم تكن لك علي فضيلة لضربت عنقك. أنت بأي سبب جاي قاعد مكاني؟ هذا فكر شاف راسه ده يطير. هسه صدق كذب ما أدري. طلع له فرد فضيلة. قال أيها الأمير أنت حينما تخطب الجمعة تلعن من؟ قال ألعن عليا. قال أما أنا فألعن عليا وفاطمة والحسن والحسين. قال والله إنها فضيلة. هذا الحجر في هذا الحكم الإمام زين العابدين يعيش. دولة شعارها لا تبقوا لأهل هذا البيت من باقية. شلون قدر الإمام زين العابدين هاي إمبراطورية بني أمية يسقطها؟ طبعا بني أمية عبارة عن عائلة قبيلة كبيرة عندها فخوذ. فخذ من عندهم هو فخذ أبو سفيان معاوية يزيد. بعد قتل الحسين انتهى ذلك الفخذ خلاص. حكومة بني أمية اللي أقامها معاوية وراد تستمر 2500 ألف سنة طارت راحت. من طيرها؟ الإمام زين العابدين. هذه أدعية الإمام زين العابدين اللي تقروها في شهر رمضان دعاء أبي حمزة الثمالي. شلون بقيت هذه؟ هذه بقيت لأن الإمام كان مع الله. من كان مع الله كان معه. عبدي أطيعني أطيعك. إذا أنت تطيعني في الأشياء اللي ما عندك قناعة بيها أنا أطيعك. يعني شنو ما أدري تكلمه كلش مهم. الله يطيع عبده. قال واحد يبيع طماطم وخيار في عربانة وده يمشي شافه في الطفل ده يوقع من فوق. طبعا ماكو وقت لحظات الطفل يوصل للأرض. فقامت الناس اللي هناك تشوف هذا طالع. قال له وقف. هذا الطفل وقف. قال له يواش انزل يواش 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 يواش. أخذه خلاه على القاع. تفوا حوله. أنت نبي؟ قال له أنا مو نبي. وصي؟ لا. أنت شنو؟ قال كلما أمرني أطعته. أي شيء الله قال أنا سويته. فأنا ما طلبت منه فأطاعن. الطفل وقفت. ترى الرب هو الرب. الله ما يتغير ما يتبدل. سنة ما تتغير ما تتبدل. شوفوا في التاريخ إيش قد أجوا طغاة وراحوا. كم من الطغاة جربوا حظهم مع الحسين سلام الله عليه. منعوا زيارته، هدموا قبره، أجروا الماء على قبره، وآخرهم هدا. هم جرب حظه ويا الحسين، لكن النتيجة من انتصر على من؟ الحسين. لماذا؟ لأن الحسين مع الله. أنا كنت أمشي مشاي العام الماضي في طريق النجف إلى كربلاء، أجا واحد شاب قام يمشي. قلت له شنو شفت؟ قال شفت قوة الحسين. ولكن سؤالي من أين حصل الحسين على هذه القوة؟ قلت بسيطة. أهدى الحسين قلبه لله فأهدى الله له قلوب المؤمنين. وانت قاعد هنا أنا. الخطيب يقرأ له كم كلمة بعد 1385 سنة تتفاعل مع مصائب الحسين وتبكي عليه. عندك ارتباط بالحسين وقلبي لقلبكم سلم. بين قلبي وقلبك يا أبا عبد الله جسر. قلبي وياك. هوا حار 50 درجة مو مهم عندك. بارد شتاء مو مهم عندك. هذا الحسين. أحب الله، هذا رواية من النبي، أحب الله من أحب حسينا. الإمام زين العابدين ابن الحسين. ولذلك
كانت لكلماته تأثير على قلوب البشرية. واللي يمشي خلف الإمام زين العابدين ويعمل ما كان يعمله ويطيعه ويتبعه فإنه من الصالحين، والله يعطيه الأجر الدنيوي والأخروي. صلوا على محمد وآل محمد. كن مع الله الآن وانت قاعد هنا، قضية كلش بسيطة، انوي أن تكون مع الله. فيا ليت ما بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. انت ويا الله، قل الله ثم ذرهم. يجي الإمام زين العابدين في الحج ازدحام، وقبله اجى هشام بن عبد الملك ولي العهد، جاي يريد يستلم الحجر ما قدر، الناس ما اعطوا درب، واذا الامام زين العابدين بقده النحيل ده يجي يواش ده يمشي، الناس اتوخرت اتوخرت اتوخرت، اجى استلم الحجر. واحد من جماعه هشام قال له من هذا؟ قال ما اعرفه. هو يعرف مو ما يعرف؟ ليش قال ما أعرفه؟ لأن شاف هو ولي عهد الدولة الأموية التي كانت تحت سيطرتها 70 دولة من دولنا، ما قادر يوصل إلى حجر الأسود، وإذا بهذا الناس توخرت. فهذا فرزدق، وللعلم فرزدق هو أيضا من بني أمية، سوى فرد قصيدة، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن بنت رسول الله، جاب لفت قصيدة طويلة. قال مي هم انت تعرف لو ما تعرفه، هذا ابن فاطمة، هذا علي بن الحسين. تريد قوة عد الله، تريد السعادة عد الله، تريد النجاة عد الله، تريد الجنة عد الله. زين وين؟ أن تتبع أولياء الله وأن تخدم إخوانك المؤمنين، يعني صديقك عزيزك، واحد بالشارع واقف، اخدم اخدم من تراه. أي واحد يطلب من عندك حاجة سويها له، ترى لك أجر ثواب. صديقك يطلب من عندك حاجة وتقدر تقضيها اقضيها، ما تقدر تعتذر من عنده، لكن إذا تقدر سويها، وإذا ما سويت في يوم القيامة رب العالمين يأتي ببعض عباده يقول مريضت فلم تعود فلم تعدني. الله يقول صرت مريض ما جيت، احتجته ولم تعطني، يا رب أنت جبار السماوات والأرض. يقول عبدي المؤمن، عبدي المؤمن احتاج، أنت ما أعطيته، صار مريض ما رحت تزوره. خصلتان ليس فوقهما شيء من البر، الإيمان بالله والنفع لعباد الله. الله مخلي موازين، زن نفسك بهذه الموازين. الأئمة موازين العدل، موازين الخير. ربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالعدل وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. نقول لأمير المؤمنين السلام عليك يا ميزان الأعمال، يعني شنو؟ يعني لازم أنت صلاتك تقيس بصلاة علي، صومك بصوم علي، خدمتك للناس بخدمة علي، جهادك في سبيل الله بجهاد علي، هذا الميزان. والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان. إذا إحنا خالفنا موازين صحتنا وسلامتنا نكون مرضى أو نموت. يقول لك أنت عندك فلان مرض تقيس، عندك سكري مثلا فما لازم تأكل حلويات. أكو موازين لكل شيء، أكو مقادير لكل شيء. الميزان هم الأئمة الطاهرون سلام الله عليهم، وهؤلاء يجب أن يكونوا نماذج نتبعهم.
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. هذه العبادة هي التي وصلت الحسين إلى أن تكون عند جبروت. الله ما يعطي للحسين جبروته وهو في قبره أعظم وأقوى من الطغاة على عروشه. أتذكر والدتي الله يرحمها ويرحم موتاكم يوم من الأيام قاعدة تشوف الأخبار أيام الحرب، وإذا بالتلفزيون طلع صدام رايح يزور كربلاء يزور الإمام الحسين، فرفعت يدها قالت الحمد لله. قلت لها ماما شنو شفتي الحمد لله؟ قالت هذا ضد ذاك، هذا صدام ضد الحسين، ولو كان بيده لهدم قبر الحسين، لكن يضطر يجي إلى كربلاء ويزور ويصوروه يخلوه بالتلفزيون يتظاهر بأنه يحب الحسين، هذا انتصار الحسين عليه، هو على عرشه لكن يخاف من الحسين وهو في قبره. هذه قدرة الله، كن مع الله يكون الله معك. نرجو من الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته وطاعة أوليائه وأن يحشرنا معهم وفي درجتهم يوم نلقاه، وآخر دعوانا